سراقب متطوعه، اخترنا المرحله الاولى هنا تكون هي تحت عنوان سراقب بيتنا. سراقب بيتنا هي عمليه تجميل المداخل البلد. العمليه هي شباب طوعين، شباب جمعناهم تبت فيهم النخوه والحميه تجاه بلدهم والرغبه انه ينظفوا بلدهم ويجملوها. الدعم ما في عنا اي دعم الا نحن من التبرعات من نفسنا، يعني من نفس الموجودين. اذا حدا تبرع عنا بمعدات نقبل، ما عندنا مشكله. الشاب اللي عم يجيب معدته معه كمان ما في مشكله. هدفنا هو تجميل البلد بالاخير، هدفنا شبابي بحت، هدفنا تطوعي بحت. حاولنا من الحملة هاي نجمع بعض كناشطين سابقين. نحن من 3 سنوات نسينا النشاط التطوعي واعتمدنا على كثير أمور من مجالس محلية ومن خدمات خارجية. لا هلق نرجع نعيد الثورة الأولى، نعيد الشارع والحاضنة، نتكاتف مع بعض، نحب بعض، ننظف الشوارع ونجرع أوزع الأشجار. عصابات الأسد بتهدم ونحن رح نزرع لنبني وطن بإذن الله عز وجل.